توني وصلت مطار واشنطن، صراحة مرة زحمة. والحين ننتظر القطار عشان اروح اخذ الشنط. رايحة اخذ الشنط ان شاء الله يا رب القى احد يقدر يساعدني، لاني بصراحة ما راح اقدر احط الاغراض، او يعني راح احتاج تقريبا عربتين يمكن. اوف يا الله. خلونا نشوف، نفتح هذول نشوف ايش فيهم، ونفتح هذول الشنط بعد نشوف ايش فيهم. اول شيء نفتح هذا، نفتح قبل شوي عشان احط الجوال يشحن. تشوفون هناك في اليو اس بي وحق الشاحن، وهنا تحطون السماعات، وهنا تحطون الكوب، وهذا الشاشة. اوكي، وهنا بعد في زيادة يو اس بي. اوكي، عشان ارتاح اكثر راح اجرب هذول. هذا اعتقد عشان انسدح كامل، هذا عشان ارفع هنا، وهذول ما اعرف يعني. هنا بقى
طاولة الأكل. تحت نحط الأغراض وكذا، وطبعا شنطتي الكريون اللي أسحبها أخذوها داخل، ما أدري يعني، بس أخذها من عندي وعلى طول دخلها. وهذه الشاشة مرة كبيرة، وهذولهم الأشياء. والحين خلونا نشوف هذول الأشياء شنو فيهم. وطبعا جابوا لي بلانكت، والمخدة موجودة هذا بس سكرته، بس مو راضي يتسكر كامل. يعني ما حسيت انه في خصوصية. اوكي حلو حلو كذا تمام. كذا الواضح حلو. شوفوا مرة كيوت. أنا عشقي شيء اسمه ورد، مرة أحب الورد. شوفوا كيف مرة يجنن. شوفوا كيف هذا من بنت خالتي. شكرا شكرا شكرا، مرة يجنن. وبكذا راح أنهي الفلوج. أتمنى عجبكم هذا الفلوج، وإذا عجبكم لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. وأهل الشرقية اكتبوا لي تحت بالكومنت، اكتبوا لي ايش كافيهات ومطاعم كذا عشان اروح واجرب واعطيكم رايي بعد.